معائلة الزوينة، كي دايرين؟ لاباس عليكم. جيناكم فيديو جديد ونهار جديد وفلوق جديد. اليوم غتقولوا شنو كاين اليوم اخوتي؟ واحد الفرحة اللي غتكون زوينة، غتعجبكم نتوما وغتعجب آية وغتعجب كاع الناس. آية مسكينة خسر ليها التليفون ديالها اخوتي، دابا جاي لشي شهرين ونص وهي ما خداماش التليفون، خدامة غير بديالي كنخدم به مرة كنعطيه لها. بقى فيها الحال مسكينة انها خسر لها التليفون، فاليوم فكرت انني نشري لها تليفون. فتعالوا معايا تشوفوا اش من تليفون غادي ناخذ ليها وغنديروا ليها كادو، هي راه ما عارفاش. يلا معايا وتشوفوا كل شيء على عينيكم. اوكي خوتي، يلا معايا، ما تنساوش ديروا لايك كومونتير تابونا وتبارطاجيو. دابا خوتي وصلنا للمحل، هانتوما شوفوا شنو فيه. تبارك الله في جميع داكشي ديال الشارجورات داكشي. اخوتي اخيرا خديت الايه تليفون واعر وزوين، اجيو تشوفوه. ها هو نوريه لكم دابا. نتوما دابا كاملين كتقولوا فين هو التليفون اللي خديتي الايه؟ فصراحه غتفرحوا نتوما كاملين التليفون اللي خديت الايه. فمشحال هادو هي كتمناه، مشحال هادو هي كتحلم به، واليوم حققت ليها الحلم ديالها غيتحقق ان شاء الله. فها هو سامسونج جالاكسي، ها هو كما كتشوفوا فيه سامسونج جالاكسي. تليفون زوين وممتاز وواعر اخوتي، واعر التليفون هذا. غادي ندير الايه غتفرح به. ايوا اجيو معنا نشوفوا رده الفعل ديال الايه كيفاش غادي تكون. فبقاو مع الفيديو خوتي. شكون تيقتو؟ واش كتصحبوني خديت ليها سامسونج هذا؟ لا راه ما خديتوش ليها، هذا راه غير خاوي، هذا راه غير خاوي خوتي. فاليوم بغينا نديرو ليها برانك، ماشي غادي ناخذ لها تليفون، غادي ليها برانك. فدونك هذا خاوي كما نتوما تقولبتو حتى هي غتقولب، هذا راه خاوي خوتي. ماشي ما شريتش ليها تليفون، شريت ليها تليفون اللي غتحماق وغتصطم اللي غتشوفو. فالتليفون شنو هو؟ هو ال 11 برو ماكس اخوتي، هو هذا خديتو ليها. شوفوا كيفاش داير، شريتو ليها، شوفوا الشكل ديالو. ها نتوما كتحلم، كان عندها غير اكس اير وخسر ليها. فاليوم جبت ليها، شريت ليها ايفون 11 برو ماكس، ها هو اخوتي. فدابا غنديو ليها وغنشوفوا رده الفعل ديالها، واش انها غتسطو ولا لا. قبل ما نعطيها هذا غنقولبها بهذ الكرتونه هذه، غنقولبها بهذا سامسونج هذا ونشوفوا شنو غادي ديروا في الاخر. نعطيها ال 11 برو ماكس ديالها، وراني خديت ليها الجلده دي بحال ديالي كحله. غنوريها لكم دابا باش تشوفوها، شريتها لها جديده، غنوريها لكم دابا. فها هي الجلده بحال ديالي، بحال التليفون ديالي. انا نوريكم دابا، بقاو مع الفيديو يلا معايا نشوفوا ايه شنو غدير. بالنسبه للناس باش ما يمشوش غاطينا سحبوا تليفوني هذاك وبغينا نديروا براك ليكم ولا شي لعيبه، ها هو تليفوني دابا كنصور ديال ايه. ها انتم، هذا هو تليفوني انا ازرق، وعندي انا 12 برو ماكس، وايه عندها ال 11 برو ماكس دابا. المهم ها هو باش تقولوا لا تعودوا تسحبوني، انا كنصور بتليفوني وبغيت نقول بكم ولا شي حاجه. ها هو انا عندي ازرق. المهم بقاو مع الفيديو، حنا قربنا للدار عند ايه ونشوفوا الرياكسيون ديالها. فيلا معايا ومبروك عواشركم بصحة فطوركم كاملين. فيلا ودابا معايا يلا. والفرحة اي غطير من فرحة، اقسم بالله تغطير من فرحة. ولكن اليوم انا عصبوا بعد بهذا هو الاول، عاد نشوف شنو غدير. هذا راه طيخ، ضروري خصها تحمل، خصها تحمل اخوتي. واش ما تحملش؟ خصها تحمل المسؤولية. قريب انا جيت، جبت لك كادو، جبت لك كادو، جبت لك تليفون. والله ما دابا واش راك كتكذب عليك؟ عمرني كذبت عليك. كان وجد الفطور، كنت وجد الفطور مزيان. دابا انا من الصباح وانا خارج وبغيت نفرح مرتي بكادو. التليفون منين نتوما ما عندكش؟ جاي شي شهرين وناص ما عرفتش. المهم باش يعرفوني ما كذبتش، جبت لك تليفون غتقبل عليا ولو ماشي ايفون. كان عندك الف ايفون ياك؟ ايه. كنت مشيت سولت لك على ايفون لقيته غالي بزاف، حيت ما يمكنش لي انني ناخذ لك ايفون. وي بعدا تفكرت. اجي بعدا، اجي بعدا باش تشوف كل شيء. واك واك واش الطوكيو جاب ليا؟ المهم هانتي باش ما تقوليش زعما راني مشيت. انا قسم بالله اللي كنت باغي نجيب لك زعما شي حاجه تكون زوينه، فهمتي؟ كنت باغي نجيب لك ايفون. ولكن دابا بدا الحال. لا لا عادي عادي. تا هذا زوين. ها؟ تا هذا زوين. المهم سمحي لي بزاف. ولكن سمحي لي. خوتي كما قلت لكم خديت لي هذا سامسونج جالاكسي قابله به. ايه.
فرحانه شنو تدري اليوم بعدا باش فرحانه باش انا نعطيها انا شكرا راجلي كبيداتي لي كنحمق عليك زيدي ما عادش ما قلنا عليه في الاول لا هضر مع الناس قولي باش كتحسي بيا وتكون السند ديالك بزاف ويلي قولي ليهم قولي ليهم انا واحد الانسان زوين وضريه ليا وهز لي بخاطري واللي بغيتها كيشري لي وما كيتسوقش للناس واخا كيقولوا للناس انايا كنتعامل بحال شي بنت صغيره انا راه هكا دايره والتعامل ديالي راه هكا داير انا هكا دايره في حياتي عادي هكا دايره من انا عقلت على راسي من بحال هكا وسفيان عزيز عليا وديما داير لي خاطر الله يخليك لي اللهم امين دابا غنقلب كاميرا عاد نعطيك صافي اوكي فرحانه ايه يلا حلي نشوف مسكينة وتليفون مالك مالك علاش كتفلي عليه ما تفليتش عليك عادي ما تفليتش عليك عادي انت مالك مليش ها الله يهديك ايا ابغيت ندير لك براك شوف شوف بغيت نضحك معاك شوف قدام مشاهدين ما كاينش مشكل ها ماشي مشكل وماك شحال بقى فيك الحال بحال لا ها قول له ما بقى فيك الحال علاش يبقى فيه الحال ها علاش يبقى فيه الحال واش ما غتبكي ها هما الدموع باينين في عيني لا لا ما كاش ما فهمتش تا قولي الله يهديك والله تقولي لي ها غتبقي خاصه لي تليفوني كتفلى عليا وكتضحك عليا شوف ما نديرش ليه بهلك انا كندير لك بهلك ها انا كندير لك بهلك لا وعلاش درتي ليه بهلك بنضحك معك بندير لك برانك ما تضحكش ما يفدش علاش لا سفيان واش دابا انت بقى فيك الحال بقى فيك الحال ما بقاش فيا الحال انا ما عنديش تليفون عمرني قلت لك بغيتو لا عمرني قلت لك شري ليا ولكن الشك انك ما بقاش عندك قلت زعما نجي نضحك معك ونديرك لك ما تضحكش معايا الضحك انا كنت باغي انا كنت غادي نقول لك سفيان شري لي تليفون دابا اش بغيت بك شداتك الشمت ولا كيفاش صافي سفيان الله يحفظك خليني نقاد لك ما تاكل تلا يديك ما كتقلقتي واش دغيا تقلقتي صافي صافي ها ها قولي علاش تقلقتي دابا قولي شنو الهدف والله جات قولي علاش تقلقتي مقلقاش ودابا قولي علاش تقلقتي ضحكت ما والو صافي انا ما كنضحكش معاك بحال هكا ما تضحكش معايا بحال هكا دابا اجي لا والله حتى تجي معايا والله حتى تجي معايا قدام المشاهدين لا تجي معايا باش تهضري معايا هذا ضروري بغيتك تهضري معايا بركي هنايا بركي برك برك نحل هذاك بعدا الشرف برك تما دابا معاك شنو واقع لك ماليش ها ماليش قولي دابا شنو واقع ما تصورش صافي غنصور اصلا غنصور غنلوح غنلوحوش اوكي لبيلك شدي ها هو 11 برو ماكس شدي سير سير والله ما كنت فلا لك والله حتى 11 برو ماكس شريتو لك يلا هات كيفاش من جبتو شريتو ليك من جبتو فلوس وسوقك كنت كنجمع شدي شدي كنت كذب عليا سفيان والله ما كنت فلا هانتي ها هانتي ها 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 ديال من ديالك من جبتي فلوس كيفاش من جبت الفلوس ليش بشوف دابا شتسوقك واش باغ واش باغي التليفون باغي التليفون اه ديالك كاش كذب عليك والله حتى ديالك قسم بالليله ديالك مالكي تي مالكي والله حتى كتعرف غزك قسم بالليله كتعرف غزك قسم بالليله كتعرف غزك مالك ديالي اه ديالك شعلي وشوفي كيما ها شعلي شكتو كي مالكي فرحانة خوزي دموع الفرحة هانتوما آية هانتوما آية دموع الفرحة ديالها مسكينة عادي عادي شوفي أنا ما حدي شوفي ما حد راجلك معاك في الدنيا شوفي 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 فيا ما حد راجلك معاك في الدنيا عمرها غيتخصك شي حاجه عمرها غتخصك شي حاجه صافي 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 الله خوتي انت كتبقى فيا قسما بالله صافي ياك بعدا بغيت ياك شنو كان عندك شنو كان عندك شنو كان عندك قول شنو كان عندك شنو كان عندك
شنو كان هذا؟ XR وباش رديته لك؟ باش عرف راسك عزيزه، رديته لك 11 برو ماكس باش عرف راسك عزيزه ومازال ان شاء الله ربي كبير، والله حتى ربي كبير خوتي. ايه اقسم بالله والله ما عارفينها، قسم بالله انتم ما عارفينش عليا بزاف كما عارفه انا. واش كدير راسها صغيره ولا هي دايره بحال هكا خوتي؟ حيت الحنان ما لقاتوش وهي صغيره، انت خوتي الحنان ما لقاتوش وهي صغيره، داكشي اش كدير التصرفات؟ راه ما كديرهمش بارادتها، راه ماشي كتفلى، واش كاين شي واحد غيبغي يتفلى براسه؟ ولكن صراحه انا فرحتها وفرحانه مسكينه ودموع الفرحه يا هادو خوتي. قولوا لها انتم مبروك، قولوا لها انتم كاملين مبروك. اش درتي لنا ايه في الصحاب؟ مسكين مسكينه. دابا انا جبت لك هذا ماشي شفتك انك باش جبتي، انا شفتك باش تفرحي قدام متابعين. وهادشي اش دير؟ شفت البوشيطه راه كندير عليا من اللي جبت لك البوشيطه بحال ديالي، ماشي هي هادي، هادي ديالي انا، ها البوشيطه ديالك انت، ها هي البوشيطه اخوتي بحال ديالي. شفت ديالي؟ ها البوشيطه ديالي انا، حتى تليفوني دابا كنصور بها، البوشيطتي وري بوشيطتك. ها شفتها؟ هاي هاي اجي نمشي في هذا الضو فرحانة كتبكي اخوتي. ايا الله الا علام، قسم بالله الا ايا علام. يلا شنو دابا تقول لي قدام المشاهدين؟ بغات تشكريني، تشكريني قدام المشاهدين. ها ها ديالك ديالك صافي 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 صافي. قسم بالله اخوتي، قسم مع اي حاجه كانت عندي ولو بسيطه، انا يكون عندي والله حتى العيشه شي معيشه ما عمر شافها شي واحد، ما عمرها عاشت شي بنت المراه، ولكن الحمد لله ربي كبير مازال من قدام الى اكثر من هكا. والله اخوتي من قدام تنشري طوموبيل ندوز لها بيرمي ندير لها بزاف بارك عليا خويا، بزاف د الحوايج نديرهم لك قسما بالله. صح 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 صح. دابا اخوتي نسكتوها ونشوفوا واش غادير لينا الفطور. الفطور اخوتي الفطور، ها انتم اخوتي تبقات نص ساعة الفطور وشوفوا ايش نصيبت لينا في الفطور. بغيتي كونفيتير تاو؟ ها؟ الله اكبر. الدنجة قد قد. شتي؟ ها؟ شتي؟ جا قد قد؟ قد قد. سبحان الله. المهم انتم شوفوا اش صايبت لينا. هذا شنو هو؟ كفيتة مع بطاطا. كفيتة مع بطاطا، بريني ديال اتاي، الكاشير، شلاضة، مسمن معمر. مسمن ديال الشحمه، وهادو كرواسون معمره بفرماج، الشباكيه، التمر، الكومير، العصير، هاد العصير ديال سميتو، وهاد الجوبير، والعصير الاخر الكيسان والجوبير، الجبلي قلت انا الجوبير. ايا فرحان ياك بزاف؟ ها بزاف. قولي والله اقسم بالله باش حسيتي بلا كذوب؟ دابا انت تنفستي وارتاحيتي، قولي شنو جا في بالك تبكيتي؟ كنشوف كان مهلي فيا وهاز لي بخاطري واللي بغيتها كتجيبها ليا وكتقولش لي لا وكتشري لي كل شيء وباغي تخليني نكون فرحانه بزاف ديال الحوايج ياك. اه واش بالنسبه شنو تقولي للناس اللي كيتفرجوا فيك؟ نقول لهم كنبغيكم، والبارح قلتوا لي علاش شريتي الحوايج من دابا؟ انا راه ما عنديش لا ماما لا بابا، ما كاين معايا لا ماما سفيان لا حتى شي واحد، انا راه ما يمكنش ليا نخلي حتى لاخر لحظه عاد نبدا نشري في الحوايج وداكشي، وبما انه رزقي قليل وماشي شي واحد اللي عنده شي سالير ولا كنخطف خطيفات، كل مره نخطف 200 درهم 500 درهم 600 درهم 700 درهم باش ماشي حتى الاخر ويتجمع عليا كلشي. هادشي علاش طبقت انايا هادشي، بديت كناخذ من دابا. وبالنسبه للناس اللي مازال ما عارفينوش انني عندي 5 شهور ونص، قررت نطلع لست شهور، راه الوقت راه دغيا كيطير. والبارح الكومونتيرات الصراحه حسيت بكم بحال ما معاياش وماشي في جنبي غير من ديك الهضره اللي كتقولوا، فبقى فيا الحال ديال بصح على دوك الكومونتيرات. اقسم بالله العلي العظيم وليد باقي صغور، باقي في الكرش، باقي كاع ما تزاد، باقي كاع ما جا للدنيا. شي كيقول انتما ما كيضيعوا في الفلوس، واش هذاك ضايع اختي؟ واش هذا ضايع؟ واش انت عندك اللي يجيب لك؟ انا راه ما عنديش اللي يجيب ليا. انت عندك امك اللي تخرج تشري لك الحوايج؟ انا راه ما عنديش. انا ملي غنكون في الفراش كل ما يمشي يتقدر لي الحوايج. انا فاش غادي نكون عندي 9 شهور؟ ما كاينش من غير تقدر. ما كاينش اللي غادي يجي يهزني حتى الا بغيت نمشي غير للطواليت حاجاكم، فهمتوا؟ راه صافي. اذا انت بغيتي تقدري ولدك داكشي بالعشق، بغيتي تشوفي شي حاجه تقدري، ماشي وما عنديش فلوس باش انني ناخذ لي كلشي دقه واحده. اذا دقه شويه بشويه من دابا ل 9 شهور يلاه نجيبها معاه فيكس،
نشري لي الكونه، نشري له الناموسيه، نشري له داكشي كامل اللي باغا نشري لي. بالنسبه للناس كيقولك نسيتي نور؟ لا نور بنتي انا راه ما نديرش الفرزيات، ما كنديروش حنا بالفرزيات. نور كتقيب من الاولى علينا وعينيه وكل شيء. المهم شنو نقولوا لهم؟ ايا نقولوا لهم مرحبا بكم، مرحبا بكم، وجوا فطروا معنا لقبلتوا بينا بطبيعه الحال، وهذه راه ديال النار، النار عزيز عليها كفيتها. ايوا صافي هادشي اللي تهلاو فراسكم، تهلاو فراسكم، تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بلاتي هاد اللقطه نقول انا وياك، نقولوا لهم ايا تهلاو لينا فراسكم. واش مبروكة عيد ميلاد صحي، تفطروا بالصحه والسلامه، ونقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، فيديو جديد وكل شيء. عفاكم يكتب شكرا سفيان، حيت بصح واحد الانسان اللي ما عندوش وشري لك تليفون اللي طالع وهذا راه عادي. انا اصلا راه ما يمكنش، انا اصلا عندي انت هي كل شيء في حياتي، الخنافس انت وولادي والدين انتم هما الحياه ديالي كامله صراحه. الله يخليكم ليك ليه ليك ميت. يلا سلامة، باي باي. كلشي شكرا سفيان، ما تنساوش ديروا لايك كومونتير تابوناو، شوفوا شكرا ديالكم ديروها لايك صافا، لايك وكومونتير صافا.